الآن إلى الشأن التربوي، حيث يغتنم تلاميذ المدارس نهاية الأسبوع الأخيرة من العطلة الربيعية ليعيشوا أجواء ترفيهية تنسيهم تعب الدراسة وروتين المنزل. المزيد في هذا التقرير لرضية بن هباش. يلتحق التلاميذ بمقاعد الدراسة الأحد القادم بعد أسبوعين من العطلة الربيعية، عطلة قضاها معظم التلاميذ في المراجعة، خاصة بعد الإضرابات والاضطرابات التي شهدها الفصل الثاني. وعشية العودة إلى مقاعد الدراسة، يحاول التلاميذ الخروج والترفيه عن النفس كلما توفرت الفرصة. كل نهار واش من مادة ندير، ومن بعد هذيك المادة اللي ما نحفظهاش نقدر نعاودها يومين ندير هذيك المادة باش نحفظها مليح. شمانة الدوزيام قلت نعطيها كاع ريفيجون، إن شاء الله نجيب 14 لا مويا ولا 15، أنا مادة بيا نجيبها هكذاك. باقي السنة الأولى، بروميي تريماسيت الأولى، دوزيام تريماس كيف كيف. تلاميذ أقسام الامتحانات النهائية كان لهم نصيب من الراحة والترفيه، خاصة بعد أن بدأ العد العكسي لاجتياز الامتحانات المصيرية. بنتي جوز الباك دونك جيتي اوبليجي تقعد معاها. فولي مي ريبوزي باش هكا شغل جو ديمار بيان ثوازيام تريماستر و جوغي لتون باش نقرا ان شاء الله و جو مي بريبار بيان بور لو باك. الخروج والتنزه، كثير من الاولياء من ربطه بالنتائج الدراسيه، فكل نتيجه جيده تقابلها خرجه او هديه معتبره. لو كان ما يقراوش ما يخرجوش، فوالا هذا ما كان، هذه هي العقليه. نشيلوا لهم حوايج ملاح هكذا شويه. عنصر الترفيه مهم جدا لتجديد نفسية التلميذ حتى تكون العودة إلى مقاعد الدراسة بكل حيوية ونشاطه.